هذه الكرة عافاك. مشاهدينا الكرام السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السولون. موضوع اليوم على الفطرة اللي كيخرجها المواطنين المغاربه المسلمين اجمالا. الفطرة كي اللي كيخرجها زرع وكي اللي كيخرجها فلوس. خرجنا الشارع باش نسولوا المواطنين المغاربه كيفاش كيخرجوا الفطرة ديالهم. شاهدوا الاجابات جميعا. انا كنخرج استراحه هنا في داخل الباديه على حساب سيدي التعليمات ديال الامام. الامام هو اللي كيعطينا الاوامر تاع خرجوا الثمن ديالها قدا وقدا خرجوا. هذه هي الامتياز اللي فيها. واحد الحاجه كنقول لي 12 هي بحال الرابعه لواحد. الرابعه لواحد وكتكون اربعه بعبره. كتعرفي دابا الزرع كاين تقول لك كذا كل سكرين 50 ريال. الانسان غير تعطيه الفطار ديال 300 ريال، عطيه 15 درهم يشري بها شي حاجه اخرى يمكن يقضي بها شغل اخر. اما الزرع راه كلشي تياكلو. تعطيها فلوس، لان انا غتعطيها لي زرع غادي تمشي بيعها، غادي يبيعها بثمن قليل على ما يبقاش الثمن ديالها هو اللي بغيت عطيتيها ليه. من الاحسن تعطيها لي فلوس. خرج قم شي ملتين حنا في البلاد عندنا ضروري خاصها تخرج قم. حيت مين كتاخذ الزرع وغتعطيه لشي انسان وهذاك الشيء وما غادي يضطر حتى هو يبيعه. ولا هما كتعطيه الفلوس النقد باش حتى هو ياخذ الحاجيات ديالو. فلوس علاش؟ حيت كلشي باغي الفلوس. هذا الشيء اللي كاين. ولما غادي تعطي كاع داك الزرع ها تعطيتي كاع الزرع خصك دير الطاحون، الطاحونات ما بقاوش كاين الباتيسي تبيعوا ليه. ما كاين عا كلشي باغي الفلوس، كلشي باغي الشيء الفلوس يجيبوه صافي. فطرة اختي تستحقوا الناس الفقراء، الناس الضعفاء تستحقوا فطرة. فطرة شنو هي فطرة؟ شنو هي معنى الفطرة؟ هي تتزكي على ذاك الكلام، كلام الرافات اللي كنا نقولوا في شهر رمضان، تتزكي عليه بهذيك الفطرة. والفطرة واجبة على الأغنياء باش يعطوها الفقراء، مستحقة تاع الفقراء، رقبة عليهم إلى يوم القيامة. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم نسولوا الناس، وموضوع اليوم كان حول الفطرة اللي كيخرجوها المواطنين المغاربة أو المسلمين أجمعين وكيعطوها الناس اللي ما عندهمش. كاين اللي كيخرجها بالزرع وكاين اللي كيخرجها بالفلوس. كيف ما لاحظتوا معايا الناس اللي استجبناهم سألناهم كيفاش كيخرجوا الفطرة ديالهم، أغلبية قالوا كيعطوها بالفلوس، لحقاش الناس اللي كتعطوهم الزرع كيعاودوا يبيعوه. إلى هنا كتنتهي حلقتنا لهذا اليوم، كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. كنودعكم وكنضرب لكم موعد في حلقة جديدة مع سؤال جديد. تبقوا على خير. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب و بارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. دلع جايبه الهديه، الفرصه اليوم لكليه، جابت لكم شد بيا كل يرفع المهمات وايه الكرسي الوليدات ومع دلع لكم شد بيا يا للا فرحوا بصحه الهديه يا للا. الا لقيتي الحفاضه الذهبيه داخل باك دلع، تصلي بالرقم الاخضر باش تحصلي على الكولي ديال الذهب ليك وايه الكرسي لطفلك كيسواو 3 مليون سنتيم. غزال هاد الكولي. اي مع دلع.